مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومنلاند وأبرز ما فيها. عقد مناسبة خاصة لعرض الدراجات النارية خاصة لمرافقة الرئيس أثناء مغادرته القصر الرئاسي. عاد اليوم إلى العاصمة هرقيسة وزير الشؤون الداخلية بعد قيامه بجولات عمل إلى بعض الأقاليم الشرقية. شارك اليوم وزير الإعلام والتوعية ووزير الدين والأوقاف في مناسبة للإعلان رسمياً عن افتتاح القسم العربي بالتلفزيون القومي. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. عقد اليوم في القصر الرئاسي مناسبة لعرض الدراجات النارية خاصة لمرافقة الرئيس خلال خروجه من القصر الرئاسي. عقدت اليوم في القصر الرئاسي مناسبة لعرض دراجات نارية خاصة لمرافقة رئيس الجمهورية خلال خروجه من القصر الرئاسي، ويعد هذا العرض الأول من نوعه منذ تأسيس جمهورية سوماليلاند. وتحدث في المناسبة وزير الرئاسة السيد حرصي حاجي علي، حيث قدم تفاصيلا عن أهمية هذه الدراجات التي وصفها بأنها تشريفا لرئيس الجمهورية خلال قيامه بمهامه الوطنية. وأضاف الوزير أن الحكومة التي يترأسها رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود سيلايو قامت خلال توليها الحكم بتطورات عدة، منها هذا العرض وإجراء تحديثات وتجهيزات في داخل القصر الرئاسي. وأعلن وزير الرئاسة السيد حرصي حاجي علي أن الحكومة سترسل إلى الخارج الوطن 3 من موظفي القصر الرئاسي لتلقي تدريبات تتعلق برفع كفاءاتهم الإدارية. عاد اليوم إلى العاصمة هرقيسة وزير الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورن عضي بعد قيامه بجولات عمل استغرقت أسبوعان إلى بعض الأقاليم الشرقية. عاد إلى العاصمة هرقيسة اليوم وزير الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورن عضي، وذلك بعد قيامه بجولات عمل استغرقت أسبوعان إلى بعض الأقاليم الشرقية للبلاد. وصرح وزير الشؤون الداخلية أنه والوفد المرافق له والمكون من عدة وزراء قاموا خلال جولتهم للأقاليم الشرقية بحل وإنهاء خلافات وأعمال عنف جرت في هذه المناطق بين عشائر تقطن هناك، حيث أعلن أنه تم القبض على المتهم بقتل ضابط عسكري في منطقة حاج صالح بمساعدة من الأعيان وعقال العشائر. وقد وجه وزير الشؤون الداخلية سعادة علي محمد ورن عضي جزيل الشكر للأعيان وقادة القبائل والشعب في أقاليم الشرقية. شارك اليوم كل من وزير وزارة الإعلام والتوعية معالي عبد الله محمد طاهر عكوسه ووزير الدين والأوقاف الشيخ خليل بمناسبة للإعلان رسميا عن افتتاح القسم العربي بالتلفزيون القومي. غدا اليوم في مقر وزارة الإعلام والتوعية بجمهورية سوماليلاند حفلة افتتاح القسم العربي بتلفزيون جمهورية سوماليلاند الوطني، وحضر في هذه المناسبة مسؤولين كبار، كان منهم في مقدمتهم وزير وزارة الإعلام السيد عبد الله محمد طاهر عكوسه، ووزير الدولة للتعليم العالي ووزير الدين والأوقاف الشيخ خليل عبد الله، ونائب الرئيس السابق السيد أحمد يوسف ياسين، ومدير قطاع التلفزيون السيد خضر علي قاس، ومدير المكتبة المصرية في مدينة هرقيسة، وضيوف شرف آخرون. وتحدث في بداية هذه المناسبة مدير قطاع التلفزيون مشيرا إلى الأهمية العظمى بالنسبة لإضافة القسم العربي بتلفزيون جمهورية سوماليلاند والدور المهم، كما أنها أيضا مدرجة بالدستور بأنها اللغة الثانية. وأضاف زيادة المدير أيضا إلى حديثه أن فكرة إضافة القسم العربي بتلفزيون الوطني لم تأتي بالصدفة، ولكن كانت وليدة خطة استمرت لسنة كاملة إعدادها. إنه ليسعدني ويشرفني اليوم أن أحتفل معكم بمناسبة افتتاح القسم العربي بالتلفزيون السومالندي. حسنا ما قمتم باستحداث هذا القسم الهام والحيوي الذي يعزز العلاقات بين شعب سومالند والشعوب العربية. فأحبائي، إنني أقتبط هذه السرور والفرحة وأتقاسم بينكم هذه الفرحة التي نفرح بها في انطلاقة هذا البرنامج
من تلفزيون الوطني. قام اليوم وزير الدولة للأقاليم الشرقية معالي علي محمد علي سندلة مأدبة غداء تكريما لعقال وأعيان أقاليم سول وبوهضلة. أقام وزير الدولة للأقاليم الشرقية معالي علي محمد علي سندلة مأدبة غداء تكريما لعقال وأعيان أقاليم سول وبوهضلة والذين وصلوا إلى العاصمة تنفيذا لدعوة الرئيس الجمهورية لمشاركة أهالي أقاليم سول وبوهضلة الشرقية بالديمقراطية والتطور وسد احتياجات الشعب في هذه المناطق. وتحدث في المناسبة وزير الدولة للأقاليم الشرقية حيث وجه شكره لحضور هذا الوفد القيم من قادة وأعيان مناطق سول وبوهضلة الشرقية. وأعلن رئيس الوفد أنهم جاءوا إلى العاصمة رقيسة لتنفيذ دعوة رئيس الجمهورية، فقامت أحمد محمد محمود سينايو لإجراء محادثات وإرساء الأمن والسيادة الحكومية في هذه المناطق. قوات الاحتلال الإسرائيلية دفعت بالمئات من جنودها وعناصر الشرطة وأخلت بالقوة العشرات المعتصمين الفلسطينيين من قرية الخيام. قوات الاحتلال الإسرائيلية دفعت بالمئات من جنودها وعناصر الشرطة وأخلت بالقوة العشرات المعتصمين الفلسطينيين والأجانب من قرية الخيام، واندفعت هذه القوات تحت جنح الظلام على هيئة كماشة وحاصرت القرية المكونة من 30 خيمة وأكثر والمقامة مدة يومين على أرض خاصة. أراضي منطقة الطور المعروفة بالمنطقة A1 بين القدس المحتلة وأريحا، لكن المعتصمين المسالمين الذين أدركوا في وقت مبكر أن سلطات الاحتلال ستغمر احتجاجها والقوة داخل الخيام وخارجها ولم تتردد في إبعاد الصحفيين عن المنطقة. ورافق ذلك أنباء توالت عن أمر أصدره رئيس الحكومة نتنياهو بإخلائهم فورا طالبا من المحكمة إلغاء قرارها الأول الذي أتاح لهم البقاء لستة أيام. مشاهدينا الكرام، كانت هذه النشرة الإخبارية، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا القادمة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب المنى وإلى اللقاء.